já quis ser afiado. Você está lá. Não meio por lá. Mar fresco, mar fresco. Vai, mar. كايناش بزاف ولكن انا كاين الحمد لله الحمد لله كاين كنتسنى الفرصه تجي فرصه تكون في المحله وفي وقتها وعلى خطينا جمهور وعلى خطينا اعمال من الناس اللي كيسولني كنجاوبو انا شويه صريح وعندي رؤيه خاصه بيا في الحركات المسرحيه اللي كاينه دابا انا يمكن ما عاجبنيش الوضع المسرحي كيف كان هذه واحد 20 او 30 سنه كيف اصبح مقزام كيف اصبح صغير كيف اصبحت الناس معتمده غير على الدعم وكيف ذاك الدعم كيخصهم يخرجوا من النتيجه الماديه لاصحاب هذه العروض انهم يديروا شي عروض ما كتسمعش على الصعيد الوطني مختصر على قاعات معينه وعلى جمهور معين مناشير صغير ورا ماشي ديال الدعايه بنادم تيبان لك بلي كيدير هذا الشيء باش تبقى له شي بركه من ذاك الدعم اللي هو براسو ماشي دعم صحيح انا ما تبدلت عليا الحركه المسرحيه بزاف وجولات والشكل ديال الجولات والدعايه ديالهم في التلفزيون والعمل تيكون عندهم تجاري وداك الشيء كيتصوب كله مقزام كله لا من اخراج ولا من ديكور ولا من ملابس ولا من ومعذورين هاد الناس مثلا ظلمهم شوما ولكن هذا ما كيبشرش بخير وما كيزيدش بالمسرح المغربي لقدام ما بقيناش غادي نشوفوا من لقدام الى بقى هادشي هكذا كيفاش كي العروض كيفاش كدوز ما غاديش نشوفوا العروض العالميه ما غادي نشوفوش المسرح العالمي ما غادي نشوفوش الادب العربي ما غادي نشوفو داكشي صغيور مديور على واحد الجدريات تعطيهم وزاره الثقافه لهاد الناس كيصوبوا شي حويجه صغيوره شي منشور صغيور شي ديكور صغيور شي حاجه صغيوره باش يخرجوا منها شي حاجه للمعيشه وهذا كل صراحه ما يجري على المسرح ما يجري على التلفزيون اكثر التلفزيون فيه جو العباقره هاد الافكار العباقره الجداد وخرجوا قوانين جديده وهذيك القوانين رجعت على الاعمال التلفزيونيه ما رجعت عليها خايب ما مزيانش رجعت عليها لان داروا واحد دفتر تحملات هذاك دفتر تحملات منه خرجت واحد لجنه القراءه لا دفتر تحملات ولا لجنه القراءه كلهم تيخدموا من نهار دار هذا الشيء واحد الربعه الشركات في المغرب ديما هذوك هما اللي كيستافدوا هما اللي كياخذوا الدعم ديال التلفزيون هما اللي كيديروا اعمال ما كتهمهمش كي تكون ولكن الا مزيانه ولا خايبه الا سمحتي وفي الاخر تيسبيو العمل كيسبيو كيقولوا تافيه لان الممثلين ما كانوش في المستوى والممثلين انا ضد هذه الفكره ديال الممثلين ما كانوش في المستوى العمل ماشي في المستوى لجنه القراءه ماشي في المستوى لجنه الدعم ماشي في المستوى المخرج ماشي في المستوى عاد نوصلوا للممثل الممثل ولو انه يكون باقي جديد راه مجال التمثيل حتى كيبغي التمثيل غير خاص اللي غيحركوا اللي ديريجي واللي يوجدوا واللي يجعزوا واللي يعاونوا انا بالنسبه ليا تندوي على هذا الشيء ما نقدرش ندير شي حاجه اكثر من الهضره الهضره راه كندوي الملاحظه ديالنا كنقولوها جرينا لقاء مع وزير الثقافه مؤخرا هذه واحد ثلاث شهور وقلنا له هذا الشيء اللي كنقولوه دابا ووعدنا على انه غادي يتذكر مع المدير العام ديال التلفزيون السي فيصل العريشي باش يغيروا هاد كيد شارج ما يبقاش ماشي كيد شارج ديالين ولا ماشي مقاوله ديال البني باش يديروا الكيد شارج وهاد اللجنه يوقع فيها تغيير اما تحيد اما تكون فيها نص اداري لانه من حق التلفزيون يجيب ناس مثقفين كيعرفوا يقراوا ولكن ما عندهمش إلمام بالحرفه بحال الفنانين الفنانين فيهم اللي كيكتب السيناريو فيهم اللي كيألف فيهم فلجنة القراءة خاصها تكون مقسمة إلى قسمين نص إداري والنص فنانة كاين فنانة باقيين بالحياة موجودين اللي تيمكن لهم يشوفوا العمل والصالح التلفزيون ولا إذا بقينا هكا هادشي ما غاديش بخير وغادي نشوفوا من 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 من
من هنا لقدام شي حاجه اسوء من هادشي اللي كندوز. وحنا واقفين بالجمهور بكل صراحه، حنا كنعيشوا الان بالجمهور، ماشي من الناحيه الماديه، من الناحيه ديال اخلاص الجمهور لينا والدعوات ديالو معنا والسلام علينا في الزنقه والتحيه والدعاء، هذا هو اللي ربحنا من الجمهور. وحنا تنحترموا الجمهور بزاف بزاف بزاف، والله يخدمنا الجمهور المغربي راه احسن جمهور في العالم العربي، اذا ما كان في العالم، لانه هادو هما الناس اللي كيحترموا الفنانه في هذه البلاد، في هذه البلاد كيحترموا الفنانه وكيعاونوهم وكيبقاو فيهم اللي سمعوا عندهم شي مشكله وباغي ليهم شي حوايج كثيره وباغي ليهم شي حاجه مزيانه، ولكن الغالب الله الجمهور ما يمكنش يدير اكثر من هادشي.